السلام عليكم. اليوم نروح لولايه خنشله لنقف على الاشغال نتاع خط السكك الحديديه الذي يربط مدينه خنشله بمدينه عين بيضاء على امتداد مسافه 57 كيلومتر، واللي يعرف مراحل جدا متقدمه ووتيره جدا محسوسه ومتسارعه. اذا بدون اطاله نخليكم تتابعوا جانب من الشغال نتاع الخط السكك الحديدية هذا الذي تشرف عليه وكالة الدراسات ومتابعة المشاريع في ميدان السكك الحديدية وكالة آن السريف، وبتنفيذ عدة شركات وطنية وعلى رأسهم شركة كونسيدار. أيضا خليكم تتابعوا هذا الفيديو حول المشروع، والسلام عليكم.